احنا في حروب الجيل الرابع والخامس محتاجين توعيه للانترنت وازاي نستعملها والتكنولوجيا وكده. الله عليكي، انا مبسوطه جدا انك لقطتي حروب الجيل الرابع والخامس دي لانها خطيره. اتفضل. في لجان الكترونيه أيوة. بتعمل توجيه للناس لموضوعات معينه بتبث اشاعات. صحيح. احنا محتاجين برنامج زي حضرتك ده يكون مدته اطول من كده. في يعني ازاي يعني برامج التسليه والرياضه تبقى 5 ساعات وبرنامج زي دوت ما يبقاش 2 ساعة على الاقل. في دي بقى يعني أؤيدك وأحييكي إنك أنت بتعبر إنه إن إحنا ما بنزهقش من الكلام ده لأنه مهم جدا في المرحلة دي. يعني عشان الموضوع بتاع حضرتك الديمقراطية الإلكترونية ده موضوع بيمس المجتمع كله. إحنا في مأزق هنا في مصر وفي مأزق من حروب الجيل الرابع والخامس. صحيح صحيح. فلازم برنامج زي ده يكون مساحته أكبر. والله يعني ان شاء الله انا حتى لو ظلت مساحته كما هي فنزود الكلام في الموضوع ده بشده لانه اهتمام اساسي وهو ده الجهود الاساسيه اللي لازم نشتغل بيها كقاعده اساسيه لحياتنا في بلدنا. يعني حضرتك انا عايزه اقول للاستاذه نجلاء رساله. اتفضل. فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. البرامج التسليه انا ما بنكرهاش. دي طبعا ضروري. انا كل واحد من حقه يسمع اللي هو عايزه. دور من ادوار الاعلام. تمام. بس برنامج توعوي وثقافي وعلمي زي حضرتك او زي برنامج برضو دكتور مود اللي بيخرجنا من ضغوط الحياه وبيساعدنا على التواصل. البرامج دي لازم يكون مساحتها اكبر وشعبيتها مش بكم المكالمات اللي بتيجي. انا ببقى مش عايزه اتصل واعطل وقت البرنامج وعايزه اسمع حضرتك اكتر. والله اسعدتيني يعني بشعبيه البرنامج بالاتصالات. والله والله اسعدتيني وان شاء الله يكون ده في الاعتبار. واعتقد ان فعلا يعني كلام حق بقوله لك. احنا في شبكه الشباب والرياضه واستاذه نجلاء فعلا بتسعى جاهده لتحقيق التوازن بين كل اهداف الاعلام تتحقق. كل اهداف الاعلام اللي بيتجه لشباب مصر تتحقق من خلال برامجنا. بشكرك صباح الفل عليكي واحلى صباح تكنولوجي. صباح الخير وبشكرك جدا على الوعي الجميل ده. بشكرك جدا استاذ صفاء. شكرا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.